انا النصيحه ديالي ديال لهاد الشباب هادو بانهم يتعاطاو للرياضه، لحقاش الرياضه غادي تنقذهم من واحد البحر ديال عالم الادمان. لحقاش عالم الادمان كما كنعرفوا غادي يديك لعالم الاجرام. الادمان كيدي الاجرام، الاجرام كيدي الحبس، الحبس كيدي صافي حياتك تسالات، فهمتي؟ لهذا الرياضه كتنقذك من بزاف ديال الحوايج. كما قلت لكم ديجا بان الرياضه غتنقذك ولو تكون بصحه جيده، انك تعيش مزيان، ما تعيش لا مريض، ما فيك لا سكر، ما فيك كوليسترول، ما فيك والو، حتى لما خدمتيش بها. وخصوصا الدراري ديال الرياضه مطلوبين في اي دومين، سواء في الداخليه، سواء في على الاقل الدراري اللي عندهم سبور كيخدم ولو رجل امن خاص بواحد المبلغ واخا واللي هو قليل، ولكن كيخدم. وفين ما مشيتي سبورتيف كلشي كيرحب بك، كلشي كيحترمك، كلشي كيثيق فيك، كلشي كيامن لك. لحقاش الرياضه امان والرياضه اخلاق قبل ما تكون رياضه. وفين ما مشيتي كيسولوك رياضي عندك افونتاج على باقي كاع فئات المجتمع، الرياضي عنده اسبقيه في جميع الميادين.